العمل عمل ربنا يا ونعم بالله يا عواد. احنا مش قد حساية. انا قد يا رب، وانت عارف الكلام ده كويس. طب وانا وامك هنعمل ايه؟ انت لو وقفت قصاده مش هنخلص، البلد هتغرق دم. يعني عايزنا نسكت على عمايله دي؟ مش كفايه انه حرق المحصول وغرق الارض وموت البهايم، كل ده ونسكت؟ بس يا ابني لو ما جوزنالوش هنيه هيعمل اكتر من كده. لا يا عمي حرام عليك يا هنيه، احنا مش حمل شر حسان. يابا هنيه مش عايزه حسان يابا. والله عادي. وانت وانا عشان عشت لك كام سنه في مصر اتطبعت بيها واهليه؟ طب هنيه هتتجوز حسان؟ تبقى جوازها حرام يابا، وانت راجل مؤمن. انا قلت هتتجوزه يعني هتتجوزه، ومن بكره الصبح هروح اتفاهم معاه. عايز تقول حاجه يا عواد؟ بتتكلم يا ولد، ساكت ليه؟ الكلام مش هيجيب فايده يابا، تصبح على خير. أبويا وأمي ماتوا يا عواد. ما تخافيش يا هنية. بس أبوك باني خلاص. قلت لك ما تخافيش. ما خافش إزاي وهو قال إن هو بكرة رايح له. ما يروح. بس أنا مش موافق على جوازك من حسان. لكن هو موافق، وأمك ما تقدرش تقول له لأ. ما هم خايفين يا هنية. يعني هم يخافوا وأنا أتحرق؟ أنت بنت عمي يا هنية. وأنا ما يهونش عليا أرميكي في النار بإيديا. نار حسان نفدي بيها أبوك وأمك عشان هم يعيشوا في الجنة. هدافع عنك. هدافع عني لوحدك يا عواد؟ مفيش حد هيقف جنبك. انا معايا ربنا وانت، عشان الجوازه دي حرام. قومي. عود في ايه؟ قوم يا هنيه لم هدومك وتعالي معايا. هنروح فين؟ مصر. طب امك وابوك هيعملوا ايه؟ ما تخافيش انا مش هسيبهم لوحدهم، بس المهم لازم اقربك لله. انا لو هربت حسن مش هيسكت. هتتجوزي؟ لا، لو انطبقت السما على الارض برضو لا ولا ولا. خلاص تعالي معايا. هتعمل ايه؟ احسن انهم ماتوا هناك. انت بتقول ايه؟ دلوقتي ما حدش هيعرف مين اللي موتهم هناك. ازاي بقى؟
احنا لما نهرب هيعرفوا ان احنا اللي موتناهم. ما تنساش ان دول جت حسان. اسمع هناك، انت تروحي على مصر على البيت، انت عارفاه مفاتيحها ايه. انا هجيلك بكره بالليل. يلا هنايا بسرعه من هنا. يلا الو. ايوه يا الريس حسان وطالب مصر. انا سعاده البيه، انا سعاده البيه، كله تمام يا بيه. برافو يا حسان، كويس قوي. يعني ابوها وافق انك تتجوزها. كويس قوي 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 قوي. طب اسمع ده، اول ما ده يتم تجيبها وتيجي على مصر على طول. بس اسمع، تطلقها قبل ما تخرج من البلد. ايوه، والهانم بعد كده تقضي عندي العده في العزمه وبعد كده اتجوزها. كويس تمام يا ولد، يلا اقفل السكه من عندك. مبروك عليكي عريسك الخفة. يا عواد عواد يا عواد. مالك يا رب؟ في ايه؟ مالي في ايه؟ ده احنا روحنا في داهية، البنت هنية هربت. ايه؟ هربت؟ هربت ازاي بس يابا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قمت عشان اصلي ما لقيتهاش في اوضتها ولا لقيت هدومها. يا خرب بيتك يا مصري. ما انتوا السبب، البنت مش عايزه تتجوز حسان. يعني خلاص لو ما اتجوزتوش هتبقى مصيبه. اهي هربت، وروني بقى انتوا هتجوزوها ازاي. ولا تكونش انت اللي وزيتها؟ هو ده الكلام يابا؟ عواد يا عواد يا حسان. فيه اتنين من رجاله حسان ضربوا بعض لغايه ما موتوا بعض خالص. ومين قال لك هادوا انهم موتوا بعض؟ مش يمكن حد تاني موتهم؟ ده الامن كان هناك وعاين. المصري لا خليك انت. في ايه يا حسان؟ ها يا ابو المصري، فكرت في اللي قلت لك عليه ولا لسه؟ فكرت. حلو، وكتب الكتاب امتى؟ مفيش كتب كتاب يا حسان. ها؟ بتقول ايه؟ انا صوتي عالي وانت سامعني كويس. ايوه ايوه، معناته ايه الكلام ده؟ بقول لك ايه؟ انا حلف ان ما اتجوزتش هنية هشحتك انت وعيالك. ما تقدرش يا حسان، واعلى مدخلك اركبه. كلام ايه ده يا عواد؟ قول دلوقتي من هنا لاكسر رقبتك. عواد يا عواد، مالكش دعوه بالموضوع ده. عواد مالكش دعوه ازاي؟ دي بنت عمي كده؟ ايوه. يلا ازدادك اضرب يالا اضرب يالا. يا عواد يا عواد، ما ليش انا ماليش صلع. يا عواد حاول انا صاحب ابوك. يا عواد يا عواد يا عواد سيبه. يا عواد عواد سيبه. يا عواد ضيع نفسك في كلب زي ده. اوعى سيبه. سيب يا عواد، حسابي معاك بعدين. يا عواد قرب يا ولد. يلا يلا. يعني هي دلوقتي موجودة في مصر؟ ايوه يابا، وانا كان ممكن اسافر معاها بس ما رضيتش اسيبك تواجه الموقف ده لوحدك. طيب والاثنين اللي التقوه الميتين؟ طلعوا علينا امبارح بالليل وانا بهربت. وبرضه لو كنت سافرت معاها مصر كانوا هيتاكدوا ان انا اللي موتهم، لكن بالطريقه دي هم افتكروا انهم موتوا بعض. بقى كده
اقعد يا عواد. قول لي يا ابني، انت بتحب هنية؟ ايوه يا رب. طب يا ابني ما قلتش كده من زمان ليه؟ كنت وفرت علينا التعب ده ودوشة الدماغ. ما انت عارف، اول ما خلصت الجيش وانا قاعد في مصر بناطح على لقمة العيش. حاجة غريبة، وتتعب نفسك ليه يا ابني؟ واحنا محتاجين، انت فلاح وابني فلاح، ما تجيش تقعد معانا هنا ليه؟ بس مالهاش في الطين يابا. ها، لك في الميكانيكا مش كده؟ بكرة اكبر وافتح ورشة وتفتخر بيا. والله على راحتك يا ابني، بس خلي بالك من هني. انا هتجوزها يابا. وانا لو ما كنتش عارف انك هتتجوزي كنت سبتك يا عبيط. يبقى لازم تنزل مصر. طبعا يابا، بس خد بالك انت على نفسك وعلى امي، وانا هبقى امر عليكوا كل 15 يوم ان شاء الله. قلقت عليك. حتى لو كانوا موتوني كنت برضو جيت لك عشان ما تقلقيش. ابويا عارف انك هنا. انت قلت له؟ كان لازم اقول عشان ما يظنش فيك. طب وقال لك ايه؟ وافق ان احنا نتجوز. قلت ايه؟ موافقه هنية. وما قلتش ليه كده من زمان؟ انا كنت مستنيه اسمع منك الكلمه دي. انا كنت خايف اقولها ترفضيني. ده انا استحملت اقعد في البلد بعد ابويا وامي ما ماتوا عشانك، عشان اشوفك مره كل اسبوع. انا لو اعرف ان ده احساسك وشعورك ناحيتي كنت جيت لك البلد كل يوم. على فكره كده غلط. هو ايه اللي غلط؟ ما نقدرش اقعد انا وانتي في الشقه لوحدينا. طب مستني ايه؟ ما تشيلنا بينا على المأذون. يلا. مبروك يا هنيه. مبروك عليا انت. يلا قوم، انت لازم تروح الشغل. ربنا يهديك. طب يا هنيه قولي بقى، انت ترجع من الشغل الساعه كام؟ 7:30. يا نهار ابيض، كل ده؟ الورشه بتقفل 7، اكون هنا 7:30. يعني انا هقعد الوقت ده كله لوحدي؟ انا عارف انك هتزهقي. انا عارفه ان مخك ناشف، بس هسالك سؤال، اذا وافقت يبقى خلاص ماشي، ما وافقتش يبقى بلاش. قول يا هنيه. ايه رايك يعني لو ايه يا هنيه؟ لو ايه؟ يعني لو اشتغلت. شفت انك هتتضايق يبقى بلاش. بلاش ايه؟ بلاش اشتغل خلاص. يا هنيه انا مخي مش مقفل، وانا عارف انك هتزهقي لوحدك، انا ما عنديش مانع انك تشتغلي. بجد؟ بس هتشتغلي ايه؟ نفكر. نفكر ولا اقول لك فكري انت، ولما ارجع بقولي لي، بس لو اعترضت ما تزعليش. صباح النور. في حاجة؟ الأمانة وصلت. لقيتوه؟ ودخلناه جوه الفيلا.
شوف يا ابني، انت واحد من اتنين، يا اما انت راجل بحق وحقيقي وقد الكلام اللي قلته لي وهددتني بيه، يا اما في حد وزك وخلي بيه وعشان كده هربت. انت انا واحد من الاتنين؟ وبعدين بلغت البوليس ليه عن التهريب؟ ما هو بتهددني يا ابني، يا تاخد 25% نسبة يا تبلغ عني البوليس. يا بيت افتح الرمل. انت خلاص اتكشفت، واللي ينكشف ملوش لازمة عندي لا بالخير ولا بالشر، مفهوم؟ ابوس رجلك. بوس. بوست الجزمة يا حبيبي؟ وممكن اعمل اي حاجة تأمرني بيها. لا كفاية كده، عشان تبقى اخر حاجة تفتكرها في حياتك انك اتذليت وبقيت كلب. وبص الجزمة اللي لا تخلصوه من حياته وبلاويها. سلام عليك يا بيه. يا بيه حرام عليك. دار سوك. مطبع عوال لسه استعفان، لسه هتظبط. خليك داير يلا، بكرة يبقى عندك ورشة وتبقى أجدع قسطة ميكانيكي في العالم. بركة فيك يا أستاذ عفان. يا حسان، يا حسان. اسم الريس حسان يا ولا. معلش حقك عليا يا ريس حسان. في إيه يا ولا؟ عرفت اللي جرى؟ إيه اللي جرى؟ جه جواب من مصر. إيه؟ من عواد ولا إيه؟ أيوه، ولما طرطقت وداني عرفت إن هنية هناك في مصر. مش عواد؟ ما ان شاء الله شده وتزول يا ابو المصري. لا يا حمدان، مش المره دي. ما تقولش كده يا ابو عواد، ما تقولش كده ابدا يا ابني. انا حاسس. لا لا لا، بعد الشر عنك وان شاء الله هتقوم بقى. حمدان شد تليفون لعواد، نفسي اشوفه قبل ما اموت. حاضر حاضر، انا بكره الصبح ان شاء الله هنزل البلد واكلمه في الورشه بتاعته. النمرة مع عم عواد. وانا كمان معايا النمرة، بس انت شد حيلك. كله على الله يا ابني. طب خليني بكره يجيني المكتب.
اهلا اهلا. صباح الخير يا سعاده الوالد. ازيك يا حسام؟ الحمد لله يا بيه. اقعد. تشكر يا بيه. ايه؟ عملت ايه؟ والله يا بيه انا جاي لحضرتك ومكسوف. مكسوف؟ لازم حاجه حصلت غير اللي اتفقنا عليه. البنت يا سعاده البيه طفشت على مصر. يعني ايه؟ حته بنت زي اللي حد واخده ولا ايه يا حسام؟ يا سعاده البيه، يا سعاده البيه ما تشيل الموضوع ده من مخك. لا مش هشيله. ماشي، امرك يا بيه. اصل البنت اتجوزت ابن عمها. لانك مش راجل. لو انت راجل بصحيح كانت رضيت تتجوزك. ما كانش بايدي يا بيه. برضه مش حقيقة يا هنية. حضرتك قلت هنية؟ ايوه هنية. كان في صورة عند حضرتك كنت لمحتها، ممكن اشوفها؟ ايه الصورة؟ ما تهتش قوي. يعني ايه؟ يعني انا عارف مكانها. هي فين؟ فين؟ قول لي وانا اشرب من دمها. لا اطلع انت من الموضوع خالص. امرك يا بيه. بس انا لازم اروح البلد الاول. ليه بقى؟ عملتوا ايه؟ عرفنا كل حاجه عنه وعن عيلته. وعرفتوا حد من اهل البلد واساميهم؟ جزء كبير منهم. كويس قوي. يبقى كده الخطه بتاعتنا هتمشي واقدر ازحلقه من سكتي. حسان الكلب حرق زبده البهايم بقاله 10 ايام ومن يوميها وهو راجل. الله، طب وحمدان ما اتصلش بيك ليه من يوميها؟ خاف لروح هناك والمساله تكبر، لكن دلوقتي بقى المساله كبرت خلاص. طب معلش هدي نفسك وان شاء الله كل شيء هيبقى سليم. انا كنت عاوز اسافر الليله دي لكن الشغل في الورشه كتير واللوست عارفان لسه عيان. طب هينزل امتى؟ بعد بكره. طب معلش يلا قوم قوم عشان تتعشى. قوم. دقيقه واحده هجيب لك الاكل سخن. في زباين في المصبغه بيسالوا عليك. مين دول؟ ابن احمد ابو حسنين اللي في الضفه الغربيه. قال الله، ده كان مسافر العراق ورجع من اسبوع وراح زار البلد وسهل عليك ما لقاكش. وجالك المصبغه؟ اه، وقال لي لما تروح البلد قريب تبقى تقول له علشان عايز يبعت حاجات لابوه. خلاص خليه يجيب الحاجات دي بكره. يا سلام، ده ابوه راجل ولا كل الرجال. سبت ده بتاعك؟ ايوه. هذا المتهم الذي يبلغ من العمر 26 عاما وتم ضبطه مع 10 كيلو جرامات حشيش، النيابة تطالب بأقصى عقوبة عليه ليكون عبرة لغيره ولأمثاله. حضرات القضاء، هذا الشاب عواد المصري أحمد كان ضحية لمؤامرة دنية، وقد شهد أحد الشهود أن هناك شخص ما قد أعطى السبت المضبوط معه لزوجته لتعطيه لزوجها. هذا غير شهادة الشهود وكل من يعرفونه عن قرب بحسن أخلاقه وشهامته، لذا فإنني أطلب الرأفة
بهذا الشاب المخدوع. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم عواد المصري أحمد بالسجن 5 سنوات. رفعت الجلسة. يعني مش عايزة ترجع البلد ليه؟ ما أقدرش. كيف هي اللي حصل قبل كده؟ وهتعيش هنا إزاي لوحدك؟ ما أنا كنت قبل كده لوحدي في البلد. بعد اليومين اللي كان بيجي فيهم عواد. يا هنية، أنت تضحك عليكي مرة وكانت السبب في دخول جوزك السجن. مش بعيد ينضحك عليك مرة تانية، والله أعلم المرة دي هتكون إيه النتيجة. أنا خلاص ما بقاش يهمني أي حاجة. بعد ما راح عواد أي حاجة تحصل ما بقتش تهمني. عمك عيان يا هنية، والعيلة زاد عليه. عمي له مراته وأنت كمان موجود، لكن أنا لو سافرت هعمله إيه؟ بالعكس أنا هكون حمل زيادة عليه. تكلمي ازاي يا هنية؟ ده احنا نشيلك في عينينا. ده انت مش مرات عواد وبس، لا ده انت بنت عمه كمان. معلش يا فنجان، انا مرتاحه هنا. انت عارف ان انا اتربيت مع ابويا وامي هنا في مصر. اللي يريحك يا هنية. بعد اذنك. خليت فهم يجيبك هنا عشان نقدر نتفاهم على رواقة. انت دلوقتي بقيت لوحدك، وجوزك ربنا يفك ديته في السجن، وعيلة جوزك ما تنفعكيش. الراجل الكبير مات وشغلك اترفدت منه. بقالك دلوقتي 15 يوم من غير شغل. الفلوس اللي انت قبضتيها من المسبغة خلاص خلص، ودورت على شغل في مليون حتة محدش رضي يشغلك. عارفة ليه؟ عشان مش عارفة مصلحتك. اه والله. هنية انا معجب بيكي، الفلوس دي تحت امرك وقدها 100 مرة. فكري يا هنية، جوزك هيغيب عنك 5 سنين، هتعملي فيهم ايه من غير شغل؟ اوعي تقولي انك هتستنيه لما يخرج، لا مش هتقدري. انت جاهز دلوقتي قوية، لكن بعد كده هتنهاري. أنا تعبانة. استحملي. إزاي؟ اصبري. أنا مش لاقي آكل. دول رافضيني. مش قادرة أفهم. وأنا مش قادرة أعيش. بيع عفش البيت وصمد. والفلوس هتصمد لإمتى؟ عيشي على قدك. لازم تخرج. هخرج بس قصري المدة عليا. لو أقدر كنت دخلت السجن عشان أفضل كمك. هنية، ريحي قلبي وقلبك. قلبي. قلبي هيقف من اللي بيحصل حواليا. ايه اللي بيحصل حواليك؟ احنا في غابة يا عواد، الصغير ملوش مكان فيها. الصغير يستخبى يا هنية، يبعد عن عينين الوحوش. واللي مش لاقي له مكان يستخبى فيه، واللي قال له مكان يستخبى فيه
الوحوش بتدخل لغاية عنده تجره لغاية برة علشان تاكله. يعمل ايه؟ يسيبهم ياكلوه يا هنيه. بصي يا عليا ادي ناس في داهية. لك الاكل يا معود. معود كتر خيرك كتر خيرك يا ولد كتر خيرك يا حمدان. كل يا معود الاكل اهو كل. عبد الدايم وكيل الاستاذ شافعي المحامي جاي قبلك. انا كنت جاي لك في موضوع حساس شويه. مراتك مالها؟ جرى لها حاجه؟ ما جرى لهاش حاجه يا عواد. هي طالبه طلاق. هنيه؟ ايوه. وطلبوا من الاستاذ انه يرفع قضيه. انا قلت اجي واتفاهم معاك احسن لان كده كده هيتحكم لها. وانا هطلقها. يا طالب احمد. ايوه انا. امضي هنا. ايه ده؟ ورقة الطلاق. حتى انت يا غوات. يا ابني دي مراتك وجاية تشوفك. مش عايز اشوف حد. مش جاهز يا ابني جاي تستسمحك؟ تستسمحني ازاي؟ ما هي اللي طالبه الطلاق مش انا. قلت لك مش عايز اشوف حد. طلباتك يا جميل. Thank you.
امي عامله ايه؟ ربنا يستر فيها. عيانه؟ لا، امك نظرها وديها الحكيم. اهو مفيش حد قادر يقف جنبها. برضه حسن الكلمه. طلبت عليا ليه يا عواد؟ انا نفذت اللي هي طلبته. هي اللي طلبت الطلب؟ ايوه. كان هنا وقال لي لما تيجي اتصلي بيه في المكتب. عن اسمكم. مبروك يا عواد. مبروك على ايه؟ اخر مره سمعت الكلمه دي من 3 سنين و11 شهر يوم ما اتجوزت هنايا. وبعدين انت سمعتها تاني النهارده لان انت خارج خلاص. خارج؟ تلات ارباع المده يا عواد. معلش يا عواد، مش بيقولوا ياما في الحبس مظاليم؟ زيارتك ليا في السجن خففت عني كتير قوي يا استاذ عرفان. انت ترجع الشغل من بكره. بكره؟ بكره ده لسه بدري عليها يا استاذ عرفان. يعني ايه يا عواد؟ يعني انا لسه ما خرجتش من السجن يا استاذ عرفان. هربت؟ يا خبر زي بعضه. وبعدين يا عواد؟ انا ما هربتش، انا خرجت بثلاث ارباع المده، بس في حاجات كتير قوي لسه لازم اخلصها، ساعتها تكون المده انتهت. اللي اقول لي يا استاذ عرفان، انا ليه عندك كام؟ 2000 جنيه حق سمسارتك في الخمس عربيات اللي اتباعت. عايز عربيه. عربيه؟ عربيه دي ايه؟ ال 2000 دول انا شايلهم لك يا ابني عشان تبدا بيهم حياتك من جديد. عم عرفان، انا عايز عربيه وشقه مؤقته. والله يا ابني الشقة الأيام دي مش رخيصة. أنا معايا فلوس، اشتغلت في السجن، كنت باخد 4 جنيه في اليوم. ولو إني مش مطمن، إنما حاضر، ما دام ده يريح. العربية تحت يا عواد. شكرا عم عرفان. بإيه؟ مالك؟ أنا خايف عليك يا ابني. ما تخافش، النار اللي جوايا مش هتهدى ولا يرتاح لي بال إلا لما أطلع على جتتهم القديم والجديد. Come on!
الطريق يا عمدي. ارجع انت يا عواد. انت عارفني انا مش راجع غير لما اخلص على حسان ورجالته. وانا ما اقبلش ان الخراب يحل بالبلد. ما البلد خربانه من زمان يا عمده بوجودك. اخرس يالا ولم لسانك وارجع من مطرح ما جيت. انا راجع مطرح ما جيت بس مش قبل ما اخلص. لم لسانك يالا اخرس احسن اخلي الرجاله دول يقطعوك حتت. حاضر يا عمده. حاضر. فين حسان؟ في البيت العزرائيلي. قعدني هقلك على التليفون. هات التليفون. خلط عليك انا ما عملتش حاجة. ابص على رجلك. انا رجعت لوحده يا عمده. ايوه والله الواحد وهي دي المصيبه.
الو. ايه يا مصر؟ لا لسه صاحي. ابدا زهقانه. يا ريت تمر على نادي الفيديو تجيب لنا فيلمين من هناك. لا 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 اختارهم انت بذوقك. ذوقك حلو. اه طيب مع السلامه. وبمعاينة سطوح المنزل وجدنا عدد 4 قتلى و2 جريح، وخلف المنزل وجدنا المدعو حسان غندور مصابا ب4 أعيرة نارية في ساقيه وذراعيه، كما تبين أنه قد تم فقع عينيه الاثنتين وهو في غيبوبة كاملة، وبذلك يصبح عدد القتلى 6 والجرحى 14. وقد أجمع شهود الإثبات على أن القاتل هو عواد المصري أحمد. الو. ايوه انا. ايه بتقول؟ ايه ازاي ده حصل؟ لقيوا الشرايط الثقافيه في النادي؟ اخر شريط خده عبد الرحمن الارناؤوطي. طب انا جاي حالا. مسعد مش جاي ليه؟ البوليس لقى حاجة عندك؟ ملقاش؟ طيب لا 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 انا هكون في النادي. مع السلامة. لسه يا حمدان، لسه اللي دخلوني السجن وبعدها هيجي دور هنية. لا يا هو، لا يا ابني، هنية مظلومة. مظلومة ازاي بس ياما؟ هنية اخر مرة جات لي السجن قبل ما تطلب الطلاق كانت خلاص استسلمت للوحوش. عواد اتكلم كويس، هنية عمرها ما تسلم نفسها لحد ابدا. انا اللي قابلتها مش انتوا. انا اللي حسيت بالمرارة مش انتوا. انا اللي اتأكدت ان هنية خلاص رمت روحها في انياب الاسود. هنية لحمها مر قوي يا عواد، واني اعرفها اكتر منك. انت حيالله كنت بتشوفها مره واحده بس في الاسبوع، ولما بتشوفها لا كنت بتتكلم معاها ولا تتفاهم معاها، لكن انا اعرفها احسن منك لان كلمتها وعرفتها عن قرب. احلف لك بيها يا عواد يا ابني ان هنيه رمت روحها صحيح من انياب الاسود، بس مش عشان ياكلوها. لا يا ابني، رمت روحها عشان هي اللي تاكله. يا ريت ياما، يا ريت. طيب حاضر، انا كمان نفسي الاقي دليل واحد عشان احطه في السجن ان شاء الله. طب مع السلامه. وهي فين دلوقتي؟ انا رحت البيت، كانت خارجه بالعربيه، قلت فرصه اخد الشريط من الجهاز قبل ما تحس ان انا بنسجلها. انا شكيت فيها من يوم حكايه نادي الفيديو، لان مش معقول الكوارث اللي حصلت من يوم ما الهانم ظهرت في الصوره تحصل صدفه كده. طبعا لا، ده تشوفها لي هي فين دلوقتي بأي طريقة وتجيبها لي هنا المكتب بالليل بكرة، ساعتها هتلاقي مفاجأة كبيرة مستنياها. صباح الخير يا أستاذ علي. أستاذ عواد أهلا وسهلا. أنا عايزك في كلمتين على جنب. هنية مشت من هنا، مشت من زمان. بقول لك عايزك في كلمتين على جنب. الواد اللي سلم هنية السبت اسمه إيه؟ معرفش. اسمه ايه؟ اسمه ايه افتكرت اسمه فهمي. ساكن فين؟ معرفش. ساكن فين؟ الو. ايوه موجود. ليه؟ الو
ايوه انا مصحف. مين اللي بيتكلم؟ ايه؟ بتقول ايه؟ طيب طيب اقفل انت من عندك. في حاجة؟ لا مفيش، لو حد سأل عليا انا في المكتب. حطيت الحشيش في الشنطة بتاعتي ليه؟ مش انا مش انا. ها؟ عاوز تقف في طريق ليه؟ مش انا، هم اللي عايزين يقفوا في طريقك. هم مين انت؟ ما اقدرش اقول لك، هيموتوني. كل حاجة عن اللي اسمه عواد ده؟ ايوه. يبقى اتحلل. ازاي؟ نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. يلا. امرك يا فندم. اما بس يعرف مكان هنا. قصدك عرفان؟ اسمع، انت هتروح لبكرة تطمن عليه وتخليه يجي لغاية هنا. انت عارف انا ما اقدرش اروح. ماشي عواد. ما حاولش يتصل بيكي؟ هيتصل بيا فين؟ هو ما يعرفش مكاني. عواد من يوم ما طلقني ما يعرفش حاجة عني. ده قتل 30 في البلد. تزعلش مني، اللي اتعمل في عواد يخليه يقتل 300 مش 30. الظلم اللي شافه عواد، لو كان ايوب عايش وشافه كان فرغ صبره. انا حاسس باللي انت بتقوليه، لكن البلد فيها بوليس وقانون. القانون ما قدرش يحميه لما انضحك عليا وشيلته سبت مليان حشيش. كان لازم ياخد باله. هو الطيب في البلد دي لازم ياخد على قفاه، لازم يكون خبيث وشكاك عشان يعرف يعيش. القانون لا يحمي المغفلين يا هنايا. مسكين عواد، خرج من السجن عشان يرجع له تاني، بس المرة دي أنا متأكدة إن هو رجع له وهو مرتاح. بتقولي يا أهمية؟ المرة اللي فاتت دخل وجواه بركان بيغلي وفضل يغلي لغاية ما خرج، انفجر وحرق كل اللي حواليه، حتى البلد اللي كان عايش فيها خربها. لسه إيه؟ عواد مش هيسكت. يا نهار أسود، مات؟ أيوه، والأم مقتول في الخرابة اللي جنب الورشة. وبعدين يا حمدان؟ الظاهر والله اعلم ان الحكايه دي وراها ناس جامده قوي. يعني ايه؟ وانت كمان من ساعه ما قلت لي ان هنيه طالبه الطلاق وقال الفار بيلعب في عبي. المحامي. محامي؟ ايوه، اللي جالي عندي في السجن وقال لي ان هنيه طالبه الطلاق. كويس يا اخي انك لسه بتفكر لحد دلوقتي. بعد ما قابله هنيه ليها حساب تاني معايا. عواد، انا قعدت معاها وكلمتها وكانت مصممه على الطلاق. كويس، بس مين اللي عرفك عليها؟ ده سر. سر؟ امال ايه؟ شفعي. عواد، السر ده ممكن يندفن معاك بس بعد ما اعرفه.
هتقول لي مين اللي عرفك عليها ولا لا؟ حاضر حاضر، بس انا مش هسكت، انا هبلغ البوليس عشان يسجنوني. طبعا هيسجنوك على اللي بتعمله. اسمع، انا راجع السجن راجع، بس مش عشان كده. انا قتلت ناس كتير قوي من ساعه ما خرجت، وما عنديش مانع يزيد واحد. ايه رايك؟ هقول لك، مسعد القصاص. مسعد القصاص ده مين؟ ده رجل اعمال ومستورد كبير. ولا ايه فين؟ معرفش. ما تعرفش؟ لا لا، ما اصلهم هم اللي جم لغايه هنا. ايه خير؟ هي دي اللي انت قابلتها؟ مين دي؟ هي دي اللي طلبت الطلاق. لا، التانية يا ملعب. دي هنية مراتي. دي هنية مراتك؟ يبقى انا اتضحك عليا. بالظبط. عنوان مسعد القصاص، 12 شارع لبنان بالمهندسين. سلام. مش من الحجز لما اشوف الورق بنفسي. ابعت لي القرار. صباح الخير يا فندم. اهلا يا نبيل. اتفضل. ايه الاخبار؟ واضح انه مش ساكت. عواد. اه. الشهود بتقول ان كان في واحد بيحاول يجري ورا عزمي. يبقى في شك زي ما حصل مع فهمي. واكيد هيحاول يوصل لمسعد. مسعد ده مصيبه. القانون عايز الدليل على انه مصيبه. احنا عارفين ان ورا كل مصيبه بتحصل في البلد، لكن عايزين دليل. هنيه بتقول انها هتوصل لدليل. أكتر من كده. طب لما يجي نقول لحضرتك هتكوني فين؟ في البيت. انت عرفت عنوانها منين؟ من عزم. ازاي؟ عرفت ازاي؟ اه يلا. ايه
اللي بيحصل ده؟ البي جاي. طب وايه يعني؟ ما هو دايما بيجي هنا من غير ما يبعت حد يقول انه جاي او مش جاي. لا ده في مفاجأة حلوة قوي علشانك. قضيت عليك. مش بايدك يا هنيه، غصب عنك. يا ريت كانت ايدي اتقطعت قبل ما اشيلك التهمه اللي ضيعتك. انا ما ضيعتش يا هنيه، دلوقتي بس انا لقيت نفسي. في حد جاي. ده مسعد.